إذن مشاهدينا مستمرون معكم في متابعة آخر التطورات في جهود عمال وفرق الإنقاذ والإغاثة التي تقدم على مدار الساعة منذ 6 أيام. نتابع هذه الصور المباشرة تأتينا من غازيانتاب في جنوب تركيا، وهي من المحافظات والولايات التركية التي تأثرت وتضررت بها عدة منازل جراء هذا الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وفي شمال والشمال الغربي لسوريا فجر الاثنين الماضي. تبع هذه الهزة الخبراء والمراقبون وهيئة الكوارث والطوارئ التركية تتحدث عن أكثر من 1800 هزة ارتدادية بعد هذا الزلزال فجر الاثنين الماضي. وعدد الضحايا في تركيا يذكر أنه في آخر تحديث تحدث الرئيس التركي عن 20,665 قتيل وأكثر من 90,000 مصاب نتيجة تهدم أكثر من 6,400 منزل في عموم تركيا. وهذه الصور مباشرة تأتينا الآن من كهرمان مرعش أيضا. هذه المدينة تعد كذلك من أكثر المناطق والولايات التي تأثرت بهذا الزلزال، حيث كانت مركز أعنف هزاته وأولى ضرباته والتي حدثت فجر الاثنين الماضي، كان مركزها في كهرمان مرعش. وفقا لآخر الحصيلة تحدثت عنها السلطات التركية بلغت أعداد القتلى 20,665 قتيل، وأعداد المصابين تجاوزت 90,000 مصاب. وكذلك أضاف الرئيس التركي أن هناك أكثر من 141,000 شخص متطوع في فرق الإنقاذ يعملون في المناطق العشرة المتضررة من الزلزال. نذهب الآن إلى سرمدة في شمال غربي سوريا، تنضم إلينا من هناك فاطمة العبيد، متطوعة في الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالخوض البيضاء. سيدة فاطمة، على ما يبدو من خلال رؤيتك وتقييمك للوضع على الأرض، ما حجم ما نتحدث عنه من أضرار نتجت عن هذا الزلزال أو من تأخر في وصول المساعدات؟ ما هو لازم وضروري ما وصل حتى الآن من مساعدات؟ كيف يبدو الوضع بشكل عام؟ تحياتي أعزائنا لأهالي الضحايا جميعا والشفاء للجرحى، وان شاء الله هذه الكارثه الكبيره لا تتكرر مره اخرى. الوضع كارثي ومأساوي جدا في جميع مناطق شمال غرب سوريا. تأخير دخول المساعدات اثر بشكل كبير على المدنيين الذين كانوا ولا زالوا مئات العالقين تحت الانقاذ. كانت فرصه العثور على احياء ويتنفسون تحت الانقاض كبيره جدا، لكن بعد ان تجاوزنا الوقت الذهبي وبعد أن انتهت الساعات الذهبية أصبحت فرصة العثور على أحياء تحت الأنقاض ضعيفة جدا. نحن الآن في اليوم السادس من حدوث الكارثة، فهذا الأمر سيزيد عدد كبير من حالات الوفاة عدد الحالات التي حدثت ليومنا هذا، وكان هذا دور كبير في تأخير دخول المساعدات، أثر بشكل كبير جدا على أعداد الناجين من حادثة الزلزال. ماذا عن حجم المساعدات الذي وصل إليكم في شمال سوريا ومن أي جهة وصل سيدة فاطمة؟ صديقي، ما تم إدخاله عبر معبر باب الهوى هي مساعدات أممية كان من المفترض أن تصل قبل حدوث هذه الكارثة، لكن حدوث الزلزال أخر دخولها. لكن بعد أسأل عن المساعدات المتعلقة بهذا الزلزال وما يتطلبه من معدات أو مساعدات طبية أو إغاثية لإغاثة المنكوبين، هل وصل أي شيء في هذا الإطار فاطمة؟
لم يصل أي شيء عدا هذه القافلة التي أخبرك عنها، هي قافلة أممية كان من المفترض دخولها ثم تم استئنافها، عدا ذلك لم يصلنا أي شيء. لكن سمعنا أن هناك مساعدات من المملكة العربية السعودية دخلت مطار عين تبوة باتجاهها بسوريا، تحمل على معدات إنقاذ وبحث، لكن للأراضي السورية لم تصل بعد. إذن على الأرض وفي المناطق التي تضررت من الزلزال في محافظات الشمال والشمال الغربي من سوريا، هناك مناطق لم تبدأ بعد فيها عمليات الإنقاذ أو رفع أنقاض المنازل سيدة فاطمة؟ لا، عمليات البحث والإنقاذ موجودة منذ اللحظات الأولى في كل مناطق شمال غرب سوريا. استجابت منظمة الدفاع المدني ما معروفة بخوات البيضاء وكذلك المنظمات المحلية، استجابت لكل المناطق. أما المساعدات الدولية لحد هذه اللحظة لا يوجد شيء على الأراضي السورية، فقط المنظمات المحلية والدفاع المدني السوري. ما هو حجم الحصيلة التي أحصيتموها حتى اللحظة عن أعداد القتلى، أعداد المصابين، المنازل التي تهدمت في المناطق في شمال سوريا؟ هناك أكثر من 500 بناء للأسف تعرض للانهدام بشكل كامل، وهناك أبنية معرضة للانهيار بأي وقت بسبب تصدعها، بسبب تعرضها للقصف سابق من قبل قوات النظام. حالات الوفاة وصلت في هذه اللحظة إلى 2160 شخص حالة وفاة و2950 مصاب، وللأسف ويؤسفني أن أقول ذلك أن بالتأكيد الحالات سترتفع، لأننا في اليوم السادس ولا يزال هناك مئات العائلات تحت الأنقاض، فالعدد قابل للتزايد في أي لحظة. هل هناك إحصاء لعدد الأسر التي كانت تقطن المنازل التي هدمت مع الزلزال، وبالتالي يمكننا التنبؤ بالحصيلة النهائية لأعداد الضحايا كيف ستكون؟ معظم السكان الموجودين في منطقة شمال غرب سوريا هم بالأصل أشخاص مهجرين، هجروا سابقا بسبب الحرب، بسبب قصف النظام وروسيا، فهناك عدد كبير من السكان، عدد كبير من العوائل. المدنيين هم الذين يبلغون ويخبرون عن عدد الأفراد الموجودين تحت الأنقاض بحسب معرفتهم الشخصية وبحسب معرفتهم في المنطقة، فلا يمكن توقع كم من أعداد ما زال تحت الأنقاض، ولكن هو عدد كبير جدا. الحكومة في دمشق هل ترسل قوافل مساعدات لمحافظات الشمال والشمال الغربي؟ ما هي طبيعة المساعدات التي ترد من هذا الاتجاه؟ هي فقط مساعدات أممية الأمم المتحدة، هي فقط كان من المفترض دخولها قبل حدوث هذه الكارثة. كان هناك دخول من معبر باب الهوى ودخول عن طريق معبر من مناطق قوات النظام، يعني هي فقط عبارة عن استئناف لمساعدات كان من المفترض دخولها سابقا، عدا ذلك لم يدخل أي شيء. أشكرك جزيل الشكر السيدة فاطمة العبيد، متطوعة في الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالخوذ البيضاء، شكرا جزيلا لك.